بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير والعافية مشاهدينا متابعينا أينما كنتم، ويجدد لقائنا معكم وحلقة جديدة من برنامج نوافذ الحياة، وما زلنا نعيش في رحاب المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بهذه الذكرى العطرة، ذكرى ولادته الميمونة. واعتبارا من يوم أو ليلة اليوم سنعيش ذكرى شهادة جبل الصبر العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها. إذن كل المحبين كل الموالين يحيون هذه الأفراح والأتراح لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، انطلاقا من قول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين قال: شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. إذن شاهدنا حقيقة وعشنا يوم أمس أفراح المؤمنين الموالين في كل أرجاء الدنيا بذكرى ولادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وها هم الشيعة المحبين الموالين يستعدون لإحياء ذكرى شهادة السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها. إذن حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا متابعينا مع حلقة نهاية الأسبوع من برنامج نوافذ الحياة، نستعرض على حضراتكم محتوى فقراتنا لهذه الحلقة. أولى الفقرات معنا هي حكمة اليوم، حديث مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يشير من خلاله إلى ضرورة صدق النوايا مع الله سبحانه وتعالى. المحطة الأخرى هي فقرة المايك والناس، اليوم تناولنا موضوع أو المستطلعين تحدثوا عن موضوع مهم جدا ألا وهو ضرورة احترام القوانين. الفقرة الأخرى فقرة على باب الله، اليوم الزميل عمار غفار امتهن مهنة وعمل في مجال مهم جدا، وحقيقة من خلاله بعث رسالة إلى كل الناس، بالأحرى هي رسالتين. الرسالة الأولى أنه العمل مهما يكن فإنه شرف، ما دام أنه يسعى من خلاله الإنسان على كسب لقمة العيش بالحلال وبالكرامة. والرسالة الثانية حتى يوجه الأنظار إلى العاملين في هذا المجال ألا وهو مجال المياه الثقيلة والمجاري بشكل عام. إذن هذا العمل تحديدا وهذا المجال من الأعمال تحديدا حقيقة متعب جدا، مضني جدا، وأيضا بالمقابل العاملين في هذا التخصص في هذا المجال يقدمون خدمات جليلة. إذن حقيقة ننحني أمام عطاء هؤلاء الأشخاص الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل أنه يقدمون خدمات إلى المجتمع. المحطة الأخرى والأخيرة من حلقتنا لهذا اليوم هي فقرة المسابقات، واللي من خلالها راح يترشح فائز واحد بالقرعة اليومية وينال على جائزة مقدمة من مجموعة الإمام الحسين عليه السلام الإعلامية. عندنا مرشح واحد من القرعة الأسبوع الماضي أيضا راح يدخل بهذه القرعة، بالإضافة إلى الأشخاص اللي راح يتصلون بينا، وإن شاء الله الكل فائزين معنا. إذن خلونا نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى. أولى فقرات حلقتنا لهذا اليوم حكمة مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، خلينا نتابع. حياكم الله مشاهدينا من جديد، ونبدأ أولى فقراتنا حكمة مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الفقرة المهمة جدا واللي من خلالها نقتبس مجموعة الإشارات والوصايا والحكم لمولانا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. خلينا نشاهد هذا الحديث سوية ونطلع عليه. الحديث يقول: جعل الله ما كان من شكواك حطأ لسيئاتك، فإن المرض لا أجر فيه، ولكنه يحط السيئات ويحتها حتى الأوراق، وإنما الأجر في القول باللسان والعمل بالأيدي والأقدام، وإن الله سبحانه وتعالى يدخل بصدق النية والسريرة الصالحة
من شاء من عباده الجنة. حقيقة حديث غاية بالروعة، لو تأملنا في كل ما ورد في هذا الحديث تناول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مجموعة أمور مهمة جدا علينا أن نتأملها، وأول هذه الأمور هو المرض الذي يبتلى به الإنسان. بطبيعة الحال الإنسان هو بدن وروح وعقل، وبالتالي لربما يصاب الإنسان خلال مشوار الحياة بابتلاء معين، بمرض معين. هنا يشير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لأنه الله سبحانه وتعالى أكرم عباده الصالحين، أكرم عباده المؤمنين بأن المرض يحث السيئات كما وصف أمير المؤمنين، يعني ويزيح وينقي النفس، وهي مكرمة من الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا مرض، فتؤكد روايات كثيرة مروية عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بأنه تتساقط ذنوبه كما تتساقط الأوراق من الشجر. وعادة عندما يتساقط الورق، فما يتساقط من الشجر هو الورق الذي ليس فيه روح، ويبقى الورق الذي فيه روح. إذن ما يبقى عالقا في الإنسان هي الحسنات، وتمحى الذنوب. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان ومر الإنسان بمجموعة العوالم وصولا إلى يوم القيامة، برحمة الله سبحانه وتعالى، بعفو الله سبحانه وتعالى، بمغفرته جل شأنه، حقيقة يحاول أن يصفي الإنسان من ذنوبه، وبالتالي حتى عندما يصل إلى نهاية المطاف يوم القيامة ويوم الحساب لم يتبقى من الذنوب إلا الشيء اليسير، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى حتى في جهنمه رحمة، حتى في عذابه رحمة. منذ خلق الإنسان ومروره بعالم الذر وعالم الأصلاب وعالم الأتراب وعالم الأرحام وهذه العوالم الكثيرة وعالم الدنيا وعالم البرزخ، كل محطة من هذه المحطات يمر بها فإنه يعني تصفى ذنوبه. في عالم الدنيا تحديدا، الله سبحانه وتعالى أكرم على عباده بما أنه وضع في الإنسان العقل والغريزة، وفي بعض الأحيان تكون الغريزة رهينة للنفس الأمارة بالسوء فترتكب الذنوب، وبالتالي ترك الله سبحانه وتعالى باب الرحمة مفتوح من خلال وعد التائبين بالمغفرة. أعطى الله سبحانه وتعالى هذه المكرمات وهذه الهدايا لعباده، أنه إذا مرض الإنسان غفر الذنوب، إذا مرض الإبن غفر لأبيه، يعني في بعض الروايات أيضا تشير هكذا، ما تقدم من ذنب وما تأخر، بما مضمون هذه الروايات. إذا مر الإنسان أو عاش الإنسان مصيبة ما، فيغفر الله سبحانه وتعالى ذنوبه. كلها هذه عذابات في الدنيا غايتها حقيقة تنقية الروح وتصفية الذنوب للإنسان، حتى فيما يخص العالم الذي يلي عالم الدنيا وهو عالم البرزخ. كل العذابات التي يتعذبها الإنسان في عالم البرزخ هي بطبيعة الحال رحمة للإنسان، باعتبار أنها تصفي ذنوبه وتمحى ذنوبه، ويحاسب على هذه الذنوب في هذا العالم، عالم البرزخ، إلى أن يأتي يوم القيامة. إن لم يعني يكون مطوقا للذنوب والمعاصي، فيحاسب بمحكومية لربما تكون بسيطة. إذن حتى الفسحة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى بالإمام الموعود، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء، هنا يعطي الله سبحانه وتعالى الفسحة والأمل لكل الناس، ويلقي الحجة على كل العالم،
بأن ظهر ابن خاتم الأنبياء الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والذي يسعى لهداية البشرية، يحقق عدالة السماء. فكل شخص حقيقة مهما كانت ذنوبه، إن سار على نهج الإمام المهدي المنتظر، كل شخص مهد لظهوره المبارك، كل إنسان سعى على أن يكون تحت لوائه عليه السلام، فبكل تأكيد سينجو من حبال الشيطان، وسينجو من براثن الدنيا الأمارة والنفس الأمارة بالسوء. إذن حتى ظهور الإمام المهدي المنتظر يعطي الله سبحانه وتعالى من خلاله فرصة، وفرصة كبيرة جدا لكل العباد في كل أرجاء العالم، حتى يراجعون حساباتهم ويعني تحيا ضمائرهم، وبالتالي تصفى ذنوبهم. إذن هذه الرحمات الإلهية التي أغدق الله سبحانه وتعالى بها على عباده هي كلها يعني فرص يجب أن يستثمرها الإنسان. بالمقابل يشير أمير المؤمنين في هذا الحديث المبارك إلى أنه الله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب، إلى النوايا، إلى السرائر، التي حقيقة إن كانت النوايا صالحة وصادقة لله سبحانه وتعالى، تفهم وتعي حجم الرسالة السماوية لمحمد وآل بيت محمد، فبكل تأكيد يكون الإنسان من خلال هذه النوايا القلبية هو قريب من الساحة الإلهية، قريب من الله سبحانه وتعالى، ليس ببعيد. إذن ما علينا إلا أن ننقي سرائرنا، وتنقية السرائر تكون من خلال محبة محمد وآل بيت محمد، السير على نهجهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى بعثهم من جنسنا نحن البشر حتى يكونوا هداة مهديين ويرشدونا إلى الطريق الصحيح. إذن هذه الفسحة الكبيرة والعظيمة والنعمة التي حقيقة تستحق الشكر من ولادة الإنسان وحتى مماته، الشكر لله سبحانه وتعالى، ألا وهي نعمة وجود محمد وآل بيت محمد والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في حياتنا، باعتبار أنهم بحد ذاتهم يعني وجودهم رحمة، وجودهم نعمة، فقط أننا نقتفي أثرهم ونسير على وصاياهم، وبالتالي ننجو من براثن الخطايا والذنوب. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم الذنوب، وأن يوفقنا للسير على نهج محمد وآل بيت محمد. أحبتي المشاهدين، نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى فقرة أخرى، هي فقرة المايك والناس، ونشاهد ونسلط الضوء على هذا المحور المهم والموضوع اللي حقيقة يحتاج إلى وقفة جادة من قبل جميع الناس، ألا وهو احترام القانون. خلينا نتابع ونعود وياكم. صباح الخير، شكرا لفقرة المايك والناس من قناة الحسين عليه السلام لتطبيق القوانين. الحقيقة هي القانون ماكو أحسن من عنده، بس شيء عظيم. زين، مثلا قانون الترافيك لايت ماكو مال المرور، رمي العشوائي الإطلاقات النارية، رمي الفضلات مثلا بالشارع بالاسواق، هاي لازم بالمكانات المخصصه. طبعا بعض العادات والقوانين الموجوده خاصه بالمجتمع ممكن مستفحله بالمجتمع، يمكن يراد لها توعيه من خلال الاسره ومن خلال المجتمعات، من خلال المدينه، من خلال المدارس، من خلال الدوائر ايضا.
مثل هذه العادات، ضرب العشوائي، ضرب الاطلاقات العشوائي بالاعراس والوفيات، هذا اللي دائما موجود، خاصه احنا مجتمع متمدن يعني عبرت لهذه الشغلات. اول شيء من ناحية الاقتصادية أذية، ثانية من ناحية المادية، من قسم من الشغلات أيضا نقول السلبية الموجودة بالمجتمع، رمي النفايات في الشوارع وغير، وعايفين المكانات المخصصة إلها، هي أيضا أيضا توعية، احنا نقول توعية مجتمعية وتوعية من المدارس والدوائر. شكرا لقناة الإمام حسين عليه السلام على هذا البرنامج الحلو اللي هو برنامج المايك والناس، وايضا طرحوا موضوع او فقره تطبيق القانون بالشارع العام بشكل عام. يعني احنا نجي موضوع المخالفات المروريه، موضوع نقول يعني بعض القوانين اللي مثلا العقاب مالتها غايب هنا، مثلا الاطلاقات العشوائيه مال الاطلاقات الناريه او العراك، او مثلا نقول مشاجره العامه الموجوده بالمناطق مثلا. هذا إذا نقول غياب القانون، مو غياب القانون وإنما تنفيذ القانون بشكل تام وبحذافيرة، راح يخلينا نتخلص من هاي المواضيع. إضافة إلى بعض المواضيع مثلا نقول المرور، إذا كان أكو عقوبات صارمة أو إذا كان أكو فد محاسبة بشكل دائم على موضوع الوقفة، إذا كانت بشكل صحيح أو بموقف خاص بالسيارات أو الرون، إحنا نقول عليها الرون سايد، تعرف إذا غاب القانون بشكل بسيط عن هذا الموضوع أكيد راح تصير فد إشكالات كلش يعني كبيرة. من عندها مثلا نقول المريض يتأخر على مثلا على مستشفى، يصير حالة كبيرة مثلا حالة وفاة، الازدحام هذا مشروع موجود، احنا شلون نريد نحاول نتخلص من هاي المواضيع بتطبيق القانون، جزء من القانون لازم يتطبق. فعلا على قولة الزميل حسين اللامي مخرج البرنامج يقول يحتاج هذا الموضوع سنة نسولف به فعلا. يعني هذا اللي تحدثوا به الإخوة نقطة في بحر من ما نعيشه احنا من عدم احترام البعض للقوانين. يعني هي طبعا كلها قوانين وضعية، لكن بالتالي مقتبسة من أخلاقياتنا، المفروض انه يعني عفوا تكون عندنا ثوابت أخلاقية حتى نحترم بلدنا، تكون عندنا شعور عالي بالمواطنة، نحترم حقوق الآخرين أيضا. يعني موضوع الإطلاقات النارية العشوائية، موضوع الفوضى المرورية، ركن العجلات في أماكن غير مخصصة، أمور كثيرة حقيقة، رمي القمامة في غير أماكنها المخصصة عفوا، هذه الأمور كلها يعني حقيقة ما تنم عن لا شعور بالمسؤولية ولا انتماء ولا مواطنة ولا حالة فوضى. فعلينا أنه نقف وقفة جادة إخواني أخواتي، وننشر ثقافة المواطنة باعتبار أنه الملك العام هو ملك الجميع. يجب أن نفهم ونعي باعتبار أن موضوع عدم تعدي على حقوق الآخرين على حساب تصرفاتي وسلوكياتي. يعني أنت تفرح ليش تستخدم الإطلاقات النارية؟ ليش تزعج الآخرين؟ صدقوني كثير من الحالات صارت بسبب الإطلاقات العشوائية. يعني أنا أعرف أحد يعني الأشخاص توفى، جتي رصاصة طايشة ما يعرف من وين، ودخلت له من الشباك وقتلته بالمكان. يعني ناهيكم عن الحالات اللي تصير، يعني في بعض الأحيان أطفال لربما يصابون ب يعني أزمات نفسية أو صدمات مفاجئة نتيجة الصوت العالي، نتيجة حالة الخوف والهلع اللي يتعرضوا لها. مرضى بهم أمراض مزمنة مثلا ما يتحملون هذه الحالات المفاجئة.
نتسبب. يعني أنا حقيقة واحدة من الأمور فيما يخص الأفراح تحديدا، يعني إحنا مو ضد الفرح، أفرح لكن على قدك، أفرح لكن لا تأثر على الآخرين، لا تكون سبب بتعاسة الآخرين وحزن الآخرين. قبل كم يوم كنت أمشي بالسيارة بالشارع، فالازدحام مو طبيعي كان. استغربت انه هذا الشارع انا كل ما ادخل به ما به هذا الازدحام المروري، شنو اللي صار؟ حادث؟ نقطة تفتيش مثلا؟ فلما اكتشفت الامر واذا به زفة لمجموعة سيارات محتلين الشارع ويمشون يعني ببطء ومأخرين الناس. طيب انتم ما تفكرون ممكن اكو حالة مستعجلة، حالة مرضية، شخص يريد عنده التزام معين، ليش انتم تفرحون وحقيقة تسببون بتعاسة الآخرين؟ اخواني يجب ان يعني مو فقط نحارب هذه الامور، مو فقط نتكلم بها، تحتاج الى حملة اعلامية، حملة فيسبوكية، حملة اجتماعية، حتى نوقف هؤلاء ويعني نعزز ثقافة المواطنة. أنا أدعو حقيقة عبر شاشة قناة الإمام الحسين كل الوسائل الإعلامية، كل الإعلاميين، كل المجتمع أن تشن حملات لتعزيز المواطنة في نفوس المجتمعات لاحترام القوانين. ما يصير أنه إحنا بأفراحنا وأحزاننا نتمدد على حساب الآخرين. إذا كان حزن فنتعاطف، أما إذا كان فرح فأنت ليش تتمدد على حسابي؟ وحتى في الأحزان، يعني حتى في بعض المآتم أيضا يرمون العيارات العشوائية والإطلاقات العشوائية، وبالتالي حتى الناس يمكن ما تترحم على المتوفي لأنه راح يكون سبب بالتفاف الجهلة اللي ما يمتلكون ثقافة محمد وآل بيت محمد حوله، وأيضا يتسببون بتعاسة أشخاص آخرين. نتمنى أنه تكون رسالتنا وصلت من خلال هذا الموضوع المهم جدا، واللي ضروري أنه إحنا نقف عنده ونذكر أنفسنا وحضراتكم مشاهدينا، عسى أن تتضافر الجهود للحد من هذه الظاهرة، ظاهرة عدم احترام القوانين وعدم الشعور العالي بالمواطنة. إذن مشاهدينا أكتفي بهذا القدر، خلونا ننتقل إلى محطتنا التالية، فقرة على باب الله. خلينا نتابع الزميل عمار غفار في هذه الفقرة، بعدها أنتقل وياكم إلى استوديو المسابقات، خليكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم بفقرتنا، فقرة على باب الله. اليوم حلقتنا نوعا ما استثنائية، اليوم راح نسلط الضوء على العمال اللي يشتغلون داخل محطة المجاري، واكيد عندهم جهود استثنائية، واكيد عندهم عمل استثنائي خصوصا خلال زيارات داخل محافظة كربلاء. نشوف شلون شغل العمال وشلون شغل المهندسين، راح يكون برفقة الاستاذ ياسر. سلام عليكم استاذ ياسر، حياك الله. فقرتنا فقرة على باب الله، هاي الفقرة سلط الضوء على المهن، على الحرف، وبالتالي اليوم على عمل استثنائي دائرة الماء والمجاري. العمال اكيد لهم يعني ظروف خاصة من ناحية تقديم العمل داخل محافظة كربلاء. اليوم انا راح اكون احد العمال، اريد اشوف هذا العمل الشاق برفقتك وبجهودك اكيد، وراح تعلمني شلون نكون اول الخطوات في يعني من ناحيه تسليك المجاري. زين، واضح. شلون يكون طريقه العمل؟ انا حقيقه في البدايه يعني نظام عملنا انه نستلم الشكاوى باقسامنا، نعم، المتوزعه بالمحافظه. نعم، تجينا الشكوى، فمن تجي الشكوى راسا نستلم الشكوى، نحدد الموقع مالتها وين مكانها ونطلع بالسيارة. شلون عبر نداءات؟ عبر نداءات، تجينا نداء للمحافظة. هذا نداء؟ أخي واضح النداء، واضح نداء، نعم السادة ينادون على شكوى. عندنا مشكلة طفح في المجاري منطقة حي رمضان، طفح مجاري في حي رمضان، نرجو إبداء المساعدة للمواطنين. أخي واضح النداء، إحنا حاليا بالاتجاه.
خلا انا هم اعيد والله يعني شلون ادوس هذا الزر. هذا ادوس هذا الزر وراحت نادي القسم نتوجه لهناك ونشوف شنو المشكله شنو الطفح ونعطي من المعالجه لهذا المكان. واضح النداء ان شاء الله متجه لكم. طبعا احنا اليوم قناه الامام الحسين راح نتجه راح نعرف طبيعه عملكم وراح نعرف طبيعه الخلل اللي متواجد بمنطقه حي رمضان. ان شاء الله متجه لكم. نتوكل بالله. اذا مشاهدينا الكرام رافقونا خلينا نروح لهذا الخلل اللي حاصل في المنطقه. نتوكل بالله. هاي السياره اللي هاي السيارات اللي نصعد بها. مقر الشيخ ويا الله. طبعا مشاهدينا الكرام وصلنا الموقع العمل اللي هم الصراحه نادونا بيه وبالتالي راح اتوكل على الله راح اليوم انا اشتغل بيدي. زين بس تعرفني بالادوات شنو هي الادوات؟ ترى عراويك الادوات هذا شغلنا بس هنا نوعا ما اكو خطوره من ناحيه السيارات. مو هي بعد شو سوى احنا هذا عملنا يعني دائما نعم. يكون المنهارات دائما تكون بوسط الشارع. بوسط الشارع يعني صحيح. هي مشكلة. زين. بس احنا هاي المنهارات اتبعناها يعني انه هاي المنهارة بها مشكلة. بها مشكلة. بس لازم نفتحها ونشوف شنو المشكلة بها ونعالجها. الأدوات اللي عندنا. ايه. عندنا احنا تايلو باب. عندنا هذا التايلو باب. تايلو باب. وعندنا هم قزمة موجودة. هاي القزمة. يلا. زين. هسه احنا راح نفتح. نفتح هاي. بس هاي مشكلة. لا هو انا اريد اشتغل بس علمني عليه شلون هيك هيك هاي هاي زين يلا رفع حلو هسه هسه الصاروخ راح تجي لنا انا نضرب صاروخ يلا الحين نشوف لنا الصاروخ شمشه شمشه هذا بالنسبه هذا يسموه هو الصاروخ هاي الصاروخيه هاي الصاروخيه هاي الصاروخيه الضغط مالتها 200 بار طبعا هذه إذا ضغطت مي خارج المدى والله يعني يسوي مشكلة، فاحنا دائما نخليها جوا ونفتح المي عليها. زين. فهسه بالبداية احنا راح ننزل هذا العسل. هاي اللي جوا بالعكس. يلا نسبة الدواء اليوم. أنا أنزل لك وأنت تشنو. زين. هسه بدأ ضغط المي يتنزل. بعدش طفيت هسه. هسه اشتغلت. مرة واحدة. دوسه واحده هذا من يوقف الصراخ وتكلف بالبوري فراح يضرب الصاروخ فاحنا شو نسوي نسحبه ونرجع عند هيك لازم عمليه متقطعه حتى يدفع الانسداد كله صار يعلمني انا كل شيء ما قلت لك اليوم عامل عندي نزل لي جوه نزل لي جوه شوفه يمشي نزل يوقف اسحب وخذ طبعا هذا سياق عمل عندنا سياق عمل اي يعني هاي يوميه عندنا تقريبا تجينا في كل وجبه 10 شكاوي نفس العمل يفتح نعم. ينظف المنوله يضرب صاروخ بعد يحتاج يلا هذا صحيح هذا صحيح عسيدك بعد علمت اليوم طلعت اليوم بدع طلعت بس انت صاروخ روح 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 عادي صحيح روح صحيح صحيح عسيدك طبعا هاي مثل ما قالوا الاخوه انه صعوبة يعني شلون نقول نرجع هاي المنهولة لمكانها كون انه انا عامل جديد اليوم عندهم قالوا لي انه لازم تتعلم اول مرة تشوف شلون نرجع هاي المنهولة لمكانها طبعا عمل هو عمل شاق يعني تعرفون انه هاي مخلفات المنازل بالتالي يحتاج لها جهد كبير اليوم احنا حبينا على باب الله نسلط الضوء على هذول العمال يعني الاشاوس حقيقه نخوض تجربه انه شلون هم بالطرق شوفوا خطوره الشارع خطوره المجاري بالمناسبه هاي الرياح
كيميائية. هذه بالمنهولات اكو غاز الميثان من المخلفات. طبعا هذا غاز الميثان غاز سام يأثر على الصحة، يأثر على يعني على 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 الإنسان بصورة عامة. يعني أنت لو تعرف أنا عندنا عمال حقيقة يعني مجرد إنه يشتمها يدوخ يوقع بداخله. الله أكبر. صح. يعني إحنا المجاري كل سنة تطيها فتتين ثلاثة موتة يشتم الغاز ويتوفى يعني. بسبب ما عنده معرفة ما عنده معلومات. لذلك أنت اليوم شوية داريتوني لأن ما عندنا معرفة يعني بعدتوني عن هواي أمور. يلا خلينا ننتقل مشاهدينا الكرام رافقونا الى مكان اخر شكوى اخرى خلي نمارس هذا العمل. اكو شيء ملفت انه نشوف نعم. اليوم انا بدلتي مع قرانا ويا اخوتي وياكم. نعم. هاي لازم يحتسب لي. طبعا هذا صحيح. انا اتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك. هي كانت هذا رساله انه انا على باب الله اشتغلت ويا الاخو باجر يومي. رساله لكل الشباب انه مهما كان العمل خلي نشتغل خلي نتعب. طبعا لقمة الحلال صعبه. صح. صدقني يعني خلي يعني كل مشاهدينا لقمة الحلال مهما كانت هي صعبه. صح. لازم بدينا بعرق جبيننا بس بيها طعم بالتالي هي يختلف عن طعم الحرام. بالتالي هي راح تبعدك عن امراض راح تبعدك عن ابتلاءات كثيره بحياتك اليوميه. شكرا جزيلا لك استاذ عمار شرفنا حضورك. رحم الله والديك. مشاهدينا الكرام اليوم شفتوا عملنا بالتالي كان عمل شاق. خضنا تجربة الأخوة عاملي النظافة أو عاملي الماء والمجارب بأجر يومي يعني أجر 10,000 دينار اليوم. لكن نقول إن شاء الله تكون تسليط أنظار من جهات معينة إن حتى يزود أجري ويزود أجر العمال اللي وياي وحتى نشتغل على باب الله. شكرا جزيلا. انتظرونا بفقرة جديدة من فقرات برنامجنا على باب الله. إلى اللقاء. حياكم الله مشاهدينا متابعينا. تابعنا هذه الفقرة على باب الله وشفنا الجهود الاستثنائية المبذولة من قبل هؤلاء الأبطال حقيقة من مهندسين وحرفيين وعمال في هذا المجال. تحية إجلال وإكبار واحترام وتقدير إلى كل هذه الأعمال إلى كل العاملين في هذه المجالات. إذن أحبتنا المشاهدين وصلنا وياكم إلى فقرة المسابقات واللي من خلالها نستقبل اتصالاتكم على أرقام الهواتف الظاهرة أسفل الشاشة وأكيد راح أكون سعيد بسماع أصواتكم والتواصل وياكم. إيفاء منا بمشاهدين الأحبة أنه إحنا ما ننساهم دائما. كل اللي يوصونا به إن شاء الله يكون مجاب ومطاع. الأخت نورس من الكويت يوم أمس أوصتنا بأنه نضع اسم أعتقد عمتها أو إحدى قريباتها أم عمار بشباك ذريح الإمام الحسين وندعو لها بالصحة والسلامة والشفاء. إن شاء الله ما نسيناكم ونسينا مريضتكم بالدعاء يا أخت نورس. وأيضا دعينا سادة المشاهدين ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقها الصحة ودوام العافية وأيضا يرزق وينعم الله سبحانه وتعالى على جميع المرضى بالشفاء العاجل. خلي بس أنوه على هذه القضية أنه اللي فاز ويانا خلال الأيام الماضية إلهام من البصرة، كامل جودة من بغداد، وزهراء علي من البصرة. إذن نستقبل اتصالاتكم مشاهدينا على هذه الأرقام. وأول الاتصالات ويانا نضال حسين من بابل. السلام عليكم يا نضال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنيكم بالمولد أمير المؤمنين عليه السلام. أحسنتم يا نضال، بارك الله بكم ومتباركين الولادة، بارك الله بكم. يلا نضال جاهزة للسؤال؟ جاهزة. اليوم البريفيو كلش بعيد عني ويمكن ما راح أقدر أقرأ السؤال لأنه أنا عندي قصر، بس يلا على الله. بس أنا عندي هوسة قبل السؤال. يلا خلينا نسمع الهوسة. هلا بحيدر علي يا نور لمتنا، هلا بحيدر علي يا نور لمتنا، ليلة مولدة بالخير جمعتنا، ليلة مولدة بالخير جمعتنا، نعم. في عورات بالحب عقيلتنا،
عنوان العز يعرسون، عنوان العز يعرسون. احسنتم، طيب الله انفاسكم يا نضال، بارك الله بكم. يلا خلينا نشوف السؤال الخاص بكم يا نضال، وان شاء الله سهل. السؤال يقول: ما هو الاسم الذي كان يطلقه العرب القدماء على معدن الذهب؟ الذهب الأسود، الذهب الأبيض، المعدن الأصفر، الرنان. شنو؟ الأصفر. نعم الأصفر. الأصفر الرنان. إيه. يلا خلينا نشوف الجواب الصحيح. أحسنتي، المعدن الأصفر الرنان كان يطلق على الذهب من قبل العرب القدامى. بارك الله بكم يا نضال وشكرا لاتصالكم. نعم. أم ياسر من ذي قار، السلام عليكم يا أم ياسر. أم ياسر السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم أم ياسر. الله يحفظكم. الله يسلمك. تحياتنا لكم ولكل أهلنا بذي قار. الله يسلمك. الله الحمد لله. الله يسلمك يا أهلا وسهلا. الله يبارك بكم يحفظكم. يلا أم ياسر نسألك السؤال، جاهزة إن شاء الله؟ إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. خلينا نشوف السؤال الخاص بكم يا أم ياسر. السؤال يقول: مدينة تسمى بمدينة الشمس، منو هي؟ طرابلس، بعلبك، لو تونس. بعلبك. بعلبك. شنو بيها زين بعلبك؟ شنو بيها؟ هي أكو أصنام اثنين عبدوها، بيها سيدة صفية أو خولة. رايحة زايرة سيدة خولة هناك؟ هي سيدة خولة. أتمنى. إن شاء الله خولة. الله يرزقكم الزيارة. فيها في مركز بعلبك يوجد مرقد السيدة خولة بنت الإمام الحسين، وهنالك أثر للإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، تلك الشجرة التي زرعها بجوار ذلك القبر الطاهر. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم زيارتها يا أم ياسر وكل من يسمعنا إن شاء الله. الله يبارك بكم. إذن خلينا نشوف الجواب الصحيح، وهو بعلبك فعلا تسمى بمدينة الشمس، و دخلت ويانا للقرعة يا أم ياسر، بارك الله بكم. نعم يلا اتصال آخر. فاطمة من بغداد، السلام عليكم يا فاطمة. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الصحة يا فاطمة؟ إن شاء الله تمام الحمد لله. الحمد لله والشكر، الله يبارك بكم. يلا فاطمة، أنت شاطرة ودائما تجاوبين على أسئلتنا، ودائما تحبين انه تشاركين بالبرنامج. خلينا نشوف السؤال الخاص بيك. يلا السؤال يقول يا فاطمه، خلينا نشوف السؤال، ما بات يتاخر السؤال، عادي انتظري ويانا فاطمه. السؤال يقول: ما هي عاصمه اثيوبيا؟ عاصمه اثيوبيا، اديس ابابا، مقاديشو، تشيلي. نعم اديس ابابا. اديس ابابا. اكو حد غششك؟ رد لك الجواب لو انت من يمك. ما انا عارفها بس اختي هم قالت لي. يلا هاي اختك دائما تساعدك، المفروض اذا تفوزين تنطيها الجائزه لاختك مو الك. اتفقنا؟ يلا خلينا نشوف الجواب الصحيح. اديس ابابا جواب صحيح، وتحياتنا الك ولاختك يا فاطمه، بارك الله بيكم. نعم ويانا دنيا من واسط، السلام عليكم يا دنيا. وعليكم السلام. شلون اخباركم يا دنيا؟ الحمد لله متباركين ولادة امير المؤمنين. متباركين لكم الولاده، ونسال من الله سبحانه وتعالى تمام الصحه والعافيه يا دنيا، بارك الله بكم. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يحفظكم. الله يسلمكم. يلا دنيا جاهزه للسؤال؟ نعم جاهزه. معنوياتك عاليه ان شاء الله؟ الحمد لله. الحمد لله. خلينا نشوف السؤال الخاص بك يا دنيا. السؤال يقول: كم عدد أحرف اللغة الإنجليزية؟ خب سؤال سهل كلش. 26 حرف، 27 حرف، 28 حرف. 26. متأكدة؟ نعم. يلا خلينا نشوف الجواب الصحيح. الظاهر معلومات زينة بالإنجليزي. 26 جواب صحيح يا دنيا، مبروك عليك ودخلت ويانا للقرعة. نعم من ويانا؟ هناء من بغداد، السلام عليكم يا هناء. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك بكم يا هناء. الله يخليك يحفظ الله ويحفظك. يحفظكم إن شاء الله. هناء خلينا نشوف السؤال الخاص بيك. وإن شاء الله تجاوبين عليه بسرعة. إن شاء
الله. السؤال يقول أين تم افتتاح أول بنك للدم في العالم؟ طبعا يتهمونه يقولون نوبات أسئلة صعبة نوبات أسئلة سهلة، بس صدقيني مو بيدي، هو الكنترول يختار هذه الأسئلة. أول بنك للدم في العالم وين تم افتتاحه؟ بلندن أم بيلاروسيا أم بنيويورك؟ بنيويورك. أعتقد الجواب مو صحيح. مو لو صحيح زين، خلينا نشوف الجواب الصحيح. نعم في نيويورك، أول مصرف للدم في العالم افتتح في هذه المدينة، ومعلوماتك الظاهر جيدة يا هناء، ودخلت ويانا للقرعة. ويانا علي حسين من الكوت، السلام عليكم يا علي. السلام ورحمة الله وبركاته، نهنئكم ونهنئ العالم الإسلامي بذكرى ولادة أمير المؤمنين عليه السلام. الله يبارك بك يا علي ويجعلك من الموالين والثابتين على ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، بارك الله بك. الله يسلمك. الله يحفظك. يلا علي جاهز السؤال؟ يلا جاهز السؤال علي. السؤال يقول يا علي ما هي الدولة التي اشتهرت بالسوشي؟ يعني الرز المخلل المغطى بشرائح السمك. أمريكا، إيطاليا، أم اليابان؟ طبعا السوشي وهذه الأكلات الغربية أو الإيطالية أو الفرنسية باتت تنتشر في مطاعمنا خصوصا في بلاد الشرق الأوسط والبلدان العربية والإسلامية. السوشي سامع بها الأكلة؟ سامع بها؟ قاريها بالمنيوهات؟ نعم سامع. يلا منو أول دولة اشتهرت بهذه الأكلة؟ أمريكا أم إيطاليا أم اليابان؟ اليابان. زين يعني رايح لليابان وما كلها هناك لو شنو؟ لو عندك معلومة. لا معلومة عندي علي. يلا عندك معلومة، الظاهر تحب الأكل يا علي. خلينا نشوف الجواب الصحيح. أحسنت، اليابان هو الجواب الصحيح، ودخلت ويانا للقرعة. أحسنتم. ويانا رقية من البصرة، السلام عليكم يا رقية. السلام عليكم، شلونك؟ أنا بخير إذا أنتم بخير يا رقية، الله يحفظكم إن شاء الله جميعا. أحب أهنئكم وأهنئ العالم الإسلامي بذكرى ولادة الإمام علي عليه السلام. نهنئكم ونبارك لكم الولادة. نعم أحسنتم. بشاب الإمام علي عليه السلام. أحسنتم. طبعا إحنا في هذه الليلة تحديدا نعيش ذكرى شهادة السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة، إنه حميد مجيب الدعاء. يلا يا رقية جاهزة للسؤال؟ جاهزة. يلا خلينا نشوف السؤال الخاص بيك. سؤالك يقول ما هو كوكب القزم؟ أورانوس أو الكوكب الذي يسمى بالكوكب القزم؟ أورانوس، نبتونو، أم بلوتو؟ الكوكب القزم. نعم أورانوس. زين إذا أقول لك مو أورانوس خلينا نستبعده، يبقى عندنا نبتونو وبلوتو، اختاري واحد من عندهم. نبتونو وبلوتو. نبتونو. نبتونو. إيه. إيه ما أدري، خلينا نشوف. للأسف الإجابة غير موفقة. أنا ساعدتك مرة واحدة يا رقية، ما أقدر أساعدك أكثر من مرة. الجواب الصحيح هو بلوتو، يسمى بالكوكب القزم. للأسف ما دخلت ويانا للقرعة يا رقية. باقر حسين من الكوت، السلام عليكم يا باقر. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام يا باقر، شلونك عزيزي؟ نهنئكم بولادة الأمير المؤمنين. نهنئكم بالولادة الميمونة يا عزيزي، الله يحفظك. باقر انت بيصف؟ قلو المتوسط. ما شاء الله، اكو احد يمك يساعدك بالجواب اذا احتاجيت مساعدة؟ هي ابويا. الله يحفظ الوالد ان شاء الله، يحفظ لكم العائلة الكريمة. يلا شكرا. حتى تشاركون بالجواب او التفكير بالسؤال، خلينا نشوف السؤال يا باقر. يلا السؤال يقول ما هو الكوكب البارد، أو من الكواكب يسمى بالكوكب البارد؟ هل هو المريخ أم نبتون أم زحل؟ نبتون. نبتون. مريخ.
بس على كيفك، ركز وياي وفكروا شوية. مريخ. هو نبتون لو المريخ هسه حدد. نبتون تثبت. يلا اصفالك على راي. تثبت؟ ايه يلا يثبت وخليك واثق من نفسك يا باقر. احسنت جوابك صحيح يا باقر وهو نبتون الجواب الصحيح ونتمنى لك الفوز يا عزيزي. نعم. اخر اتصال ويانا لانه عندنا قرعتين. نعم. ام علي من بغداد، السلام عليكم يا ام علي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يبارك بكم ويحفظكم ام علي. نبارك لكم ولاده امير المؤمنين عليه السلام. الله يبارك بكم ويحفظكم ان شاء الله اختنا الفاضله. يلا ام علي اخر اتصال ويانا ان شاء الله. خلينا نشوف السؤال الخاص بيك. سؤالك يقول يا ام علي، بماذا تتكون قشرة كوكب الأرض؟ الصفائح التكوينية، الرمال أم الصخور؟ الجواب الأول إن شاء الله. الصفائح التكوينية؟ إن شاء الله. يلا صحيح الجواب وإن شاء الله صحيح. أحسنتم جوابكم صحيح يا أم علي ودخلت ويانا للقرعة ونتمنى لكم الفوز. إذن مشاهدينا نعتذر عن بقية أو استقبال بقية الاتصالات، خلي نجري القرعة نشوف من راح يفوز ويانا بهذه القرعة. وطلعت لنا هذه الورقة. دنيا من واسط هي اللي ترشحت بالقرعة الأولى، هذا اسمك يا دنيا. بعد عندنا قرعة ثانية حتى يصيرون عندنا خمس أسماء، خمس أسماء. وهذا الاسم الثاني هناء من بغداد، أيضا دنيا من واسط وهناء من بغداد فازت ويانا بالقرعة اليومية. هسه نجمع هذه الأسماء كلها حتى نجري القرعة. هناء من بغداد، دنيا من واسط، الهام من البصرة. خلينا نشوف منو سعيد الحظ ويانا. وكامل جودة من بغداد، وزهراء علي من البصرة. إن شاء الله الكل فائزين ويانا مشاهدينا. ترقبوا الاسم اللي راح يفوز ويانا وهذه هي الأسماء. يلا خلينا نسحب هذه الورقة لها على التعيين. هناء من بغداد هي اللي فازت ويانا بالجائزة الأسبوعية، مبروك عليك يا هناء. هناء مبروك عليك. بإمكانك الاتصال بالأخوة بالكنترول بعد نهاية الحلقة حتى يعلموكم كيفية تسلم الجائزة. إذا حابة تستفسرين عن الجائزة، هي درع مقدم من مجموعة الإمام الحسين عليه السلام الإعلامية، فضلا عن تبرك من ضريح المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. مبروك عليك يا هناء وكل من يشارك معنا في برنامج نوافذ الحياة. كنت سعيد حقيقة بالتواصل وياكم وما زلت سعيد للتواصل وسماع أصواتكم من خلال فقرة المسابقات. إلى هنا مشاهدينا متابعينا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن ألقاكم في حلقة السبت المقبل إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.